عليكم ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجوركم. تغمد شهدائنا بالرحمة الواسعة ونصركم الله على أعداء الإنسانية وأعدائهم. أولا تعريف الاحتلال، وهو دخول وتواجد قوات أجنبية بمعداتها العسكرية وممارستها إدارة البلاد والتدخل المباشر في شؤونها. إذن عليه فالاحتلال السعودي للبحرين أمر واقع لا يمكن إنكاره بعد دخول القوات السعودية للبحرين في مارس من العام 2011 وإقامة معسكر دائم يرسخ هذا المفهوم وتحث جميع الشرائع السماوية على وجود محاربة المعتدي والمحتل وبكل الوسائل المتاحة لطرده وتحرير البلاد والعباد من سقوطه وتدخله. كما أن جميع الشرائع الوضعية تذهب بنفس الغرض والمعنى وتشرع عندنا محاربة المحتل من أجل إخراجه باستخدام حتى قوة السلاح. إننا نستغرب هذا السكوت المتعمد من جانب بعض التيارات السياسية الفاعلة لما ترضح البلاد تحت هيمنة وإدارة وتدخل جيش الاحتلال السعودي في كل صغيرة وكبيرة. ونجزم أنه لولا وجود هذا الجيش، أي جيش الاحتلال السعودي الذي يتولى إدارة البلاد أمنيا في الوقت الراهن، لتحققت مطالب شعبنا وسقط النظام تلقائيا ونالت الأمة عزتها وكرامتها. إننا ومن منطلق شرعي ووطني وقانوني ندعو جميع أبناء شعبنا الأبي الصامت لرفض هذا الاحتلال والاستعداد لمقاومته بشتى الطرق لإرغامه على مغادرة البلاد ومغادرة البحرين واستعادتنا استقلالنا التام. ونكرر معا ما تلبده مناجم أبناء البحرين الشرفاء التي عبرت بشكل واضح وصريح حين قالت: البحرين حرة حرة، جيش السعودي برا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.